آتي إلى مذبح الله وإلى الله الذي يبهج شبابي. دخلت بيتك يا الله وأمام عرشك سجدت. أيها الملك السماوي اغفر لي كل ما خطيت به إليك. سبحان الأب والأبرار والروح قديشان. أهلنا أيها الرب الإله لندخل قدس أقداسك السامي الرفيع، وقد طورت قلوبنا وتنقت من كل نية شريرة، فنقف أمام مذبحك المقدس بالطهر والنقاوة والقداسة، ونقرب لك بإيمان صادق ذبائح روحية الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. إخوتي وأحبائي صلوا لأجلي. مر ملكا إحدا يبرم التدا فشمايانا هودي توب خيان الأمام يوسى وثقاشا من قادشت ومشابحت بثلت دخيت يلدى صالوها مريم موت الموت اندش وقتل وثوحد من كليسا يوثق بشتا قد شاد الله
شليحهم على الرحمة والعلمين. يا إخوتي، ولأن البنين اشتركوا في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما، ليبطل بموته من بيده سلطان الموت الذي هو الشيطان، ويطلق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت خاضعين طوال حياتهم للعبودية، لأنه لم يأخذ من الملائكة بل من نسل إبراهيم. لذلك كان ينبغي أن يتشبه بإخوتي في كل شيء، ليكون رحيماً ورئيس أحبار، أميناً فيما هو لله، وغافراً خطايا الشعب. ولأنه تألم وابتلي فهو قادر أن يثبت الذين يبتلون. والآن يا إخوتي القديسين الذين دعيتم بدعوة سماوية، انظروا إلى هذا الرسول يسوع المسيح عظيم وحبارنا اعترافنا. هو أمين لمن جعله على بيته كله، كما كان موسى، لأن مجد هذا لأفضل كثيرا من مجد موسى، كما إن كرامة من يبني البيت أفضل كثيراً من بنيانه، وإن لكل بيت إنساناً يبنيه، والذي يبني الكل هو الله. وموسى كان كالعبد أميناً على البيت كله، ليشهد على الأمور التي سوف تقال وعلى يده. أما المسيح فكالابن على بيته، وبيته هو نحن، إن تمسكنا بثقة الرجاء وفخره إلى المنتهى. بارك الله. برتون ملي حياته دالو
بإنجيليون قديشون موران يشوم شي حدمي لقنا لين أشوار المورا شلومو قديشان موران يشوهم شيحو زفرتو محيونيتو من لوقم سبرون ودم سابر حايم فرقان العلماء زفنو خيل تشونو يودي بدمورا ولوهان وفلقو دينا يشو عمشيحو ملثو تحايا رود ثباصر مبثوتو قادشتو مريم هولندي وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما قال لها يسوع طوبى لمن يسمع كلام الله ويحفظه ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال بل على المنارة ليرى الداخلون نوره سراج جسدك هو عينك فإذا كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وإذا كانت شريرا فجسدك أيضا يكون مظلما احذر إذن أن يكون النور الذي فيك ظلاما فإن كان جسدك كله نيرا وليس فيه جزء مظلم فإنه كله يكون نيرا كما ينير لك السراج بضوئه والأمن والسلام لجميعكم
أحبائي بسلام المسيح، سلام الذي كله طمأنينة يطمئن القلوب ويشجع وينشط الهمم ويبعد عن الإنسان المؤمن كل خوف ورهبة. بهذا السلام أحييكم في هذا المساء، مساء يوم عيد انتقال أمنا العذراء مريم من هذه الكنيسة التي ترمز إلى منبع السلام وإلى دعوة السلام في قلوبنا وفي العالم. نحتفل هذا اليوم بانتقال أمنا العذراء مريم إلى السماء بالجسد والروح والنفس، وهذا الاعتقاد هو عقيدة فرضتها الكنيسة الكاثوليكية لما فيها من تكريم وتعظيم لشخص أمنا مريم العذراء التي تستحق كل التكريم والطوبة. مريم، ما أحلى اسم مريم، وما أبعد المعاني الذي يحمله هذا الاسم. مريم سيدة البحر، سيدة اليم، التي تقود البحارة في عتمة الليل وفي الظلام، تقودهم إلى الطريق السوي، الطريق الصحيح الذي هو يسوع المسيح. مريم التي لم تعمل أي شيء لنفسها، إنما كل حياتها وكل هدفها في الحياة كان دائماً يسوع، معرفة يسوع، تمجيد اسم يسوع، واتباع خطوات يسوع المسيح. ويسوع في إنجيل هذا اليوم ربما لأول مهلة وهلة نفتهم وكأنه يرد لهذه المرأة التي قالت طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما، والمقصود دون شك والعذراء مريم. ربما من يسمع الكلام جواب يسوع المسيح، وقد يكون هذا أيضا أحد تفاسير بعض الجماعات اللي يقولون لنا مريم خلوه على طرف لما يقول يسوع المسيح، لا، طوبى لمن يسمع كلام الله ويحفظه. ليس في هذا الكلام أي نفي وأي عزل وأي بعد لشخص مريم العذراء. ألا يقول إنجيل لوقا في بداية الإنجيل عن مريم العذراء بالذات، وكانت تسمع هذا الكلام كله وتحفظه وتتأمل فيه. إذن كلام يسوع يطابق بالضبط من هي مريم، تلك التي عرفت أن تسمع كلمة الله وتحفظ في حياتها، تتأمل فيها وتتغذى من هذا الكلام. هذا الكلام وهذا التعليم الذي يبقى لنا ولكل مؤمن السراج الذي يقود خطواتنا، وعليه علينا نحن أيضا أن نعرف كيف نصغي وكيف نسمع كلام الله، لكي ما نجعل هذا الكلام أن يدخل إلى خوالجنا ويتفاعل في داخلنا ويجعلنا أن يكون هو نبع لنا حتى يقود خطواتنا إلى الخلاص، إلى الخير، إلى النور. سراج جسدك هو عينك، سراج الجسد هو العين، سراجنا نحن هو يسوع المسيح، هذا هو عيننا الذي يقودنا في الطريق الصوي. ولهذا يسوع المسيح كان يتكلم، كان يعلم، والناس كانوا يقصدون يسوع المسيح لكي ما يأخذوا كلمة الحياة، لأن يعرفون أنه فقط عند يسوع توجد الحياة. إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك، قال مرة بطرس ليسوع المسيح. هذا الإنجيل يقودنا اليوم في هذه المناسبة الحلوة على قلبنا أن نعرف كيف نكون نحن أيضا مصغيين إلى كلام الله،
ونجعل هذا الكلام أن يدخل أعماقنا، ولكي نظهر للعالم بأننا فعلا أعطينا المجال لهذا الكلام أن يفعل فعله فينا، لازم نعرف أن نكمل الإنجيل ونقول أنه لا يجوز أن يوقع السراج ويوضع تحت المكيال. بمعنى آخر، إذا أنت يا مسيحي مؤمن وقد تغذيت من كلام الله، لابد أن حياتك، أن أعمالك، أن تصرفاتك، أن مواقفك هي تكشف وتعلي الآخر بأنه أنت متعلم من المسيح، أنت تعيش من المسيح، أنت تتغذى من كلام يسوع المسيح. ولهذا مطلوب منا أحبائي أن نعرف كيف نحن نعكس دائما كل ما تعلمنا في الكنيسة وفي التعليم المسيحي وفي قراءاتنا الخاصة، كيف نعكسه إلى الخارج لكيما الآخرين أيضا يرون أعمالنا ويستنيرون من أعمالنا، فنكون لهم نحن نقاد نقودهم إلى الطريق السوي. هذه هي رسالة كل مسيحي في حياتنا. فالمسيح الذي لا يعرف أن يستنير من كلام يسوع المسيح، والمسيح الذي لا يعرف كيف يقدم كل ما تعلمه في الواقع للآخر بأعماله ويكون شاهد لحقيقة المسيح، إنما يكون إنسان خارج عن المسيحية لأنه لم يعرف أن يتغذى فعلا من كلام يسوع المسيح. أمنيتي لكم في هذا اليوم المبارك أحبائي أن تتوفقوا في حياتكم وتجدوا الطريق الصحيح الذي يقودكم إلى الخلاص، خلاص نفسكم نعم، وخلاص أيضا حياتكم لكيما تكونون في مأمن وتستقرون حيث تكون لكم المجال حتى تعيشوا براحة وبحرية إيمانكم. ولا تنسوا دائما أينما كنتم أنكم أبناء أشخاص ماتوا وعانوا وضحوا دماءهم وعروقهم لكيما يجعلوا اسم المسيح دائما يتلألأ في محيطهم. هذه رسالتنا، هذه رسالتكم أينما كنتم، أن تعملوا لكيما تجعلوا اسم المسيح هذا أن يتلألأ من خلال مواقفكم. وبركة الله تشملنا جميعا أحبائي، اسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد، آمين. فلنقبل من الله غفران الذنوب والصفح عن الخطايا إلى أبد الأبدين. قديش أبو قديش، قديش برو قديش، قديش روح حي قديش. نؤمن بإله واحد. Yeah.
إخوتي وأحبائي، صلوا لأجلي. أيها الثالث الأقدس، ارحمنا يا رب العالمين. أيها الثالث الأقدس، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أيها الثالث الأقدس، اقبل هذا القرآن من أيدينا نحن الفقراء على المذبح الروحي الذي فوق السماء، تجاوز واعفو واصفح اللهم عن خطايانا وآثامنا ومعاصينا وعن خطايا وآثام ومعاصي جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الذين سبقوا فرقدوا على رجائك لا سيما الأحياء والأموات الذين تقرب هذه الذبيحة عليهم. قم القناة أيها الإله الرحيم القدوس، يا من أعطانا مائدة مقدسة روحية بابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اقبل بعين الرضا تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا يا رب موهبة روحك القدوس، وأهلنا لندنو من قدس أقداسي بقلب طار وضمير صالح، وأنعم علينا بذلك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذه القديسين، حتى إذا ما تبادلنا السلام بقبلة مقدسة نؤدي الحمد نعمتك القادرة على كل شيء، ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. السلام لجميعكم. أروحك فنعطي السلام كل واحد منا لقريبه بقبلة مقدسة وإلهية بمحبة ربنا وإلهنا. المقدس المعطى لنا لنحني رؤوسنا أمام الرب الرحيم أمامك يا رب إلهنا. أخمر فليكن يا رب سلامك وأمنك وحبك ونعمتك وحنانك لله معنا وبيننا أيام حياتنا كلها، لنرفع إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. آمين. فارمور نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب، ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على عبيدك هؤلاء المنحنين أمام عظمة جلالك الرهيب، وتبارك غنم رعيتك المهتدى بدم ابنك الوحيد الطاهر. احفظها واصفح عنا وقدسها، واجعل أن يتلال على محيا رسبك الحي، فيعرف العدو أنها رعيتك المهتدى. فنرفع إليك الحمد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. فلقف حسنا يا إخوتي بالخوف والورع والطور والقداسة
والحب والإيمان الحق. ولنتأمل خصوصا بالتقوى في هذه التقدمة الرهيبة المقدسة الموضوعة أمامنا التي يقربها بنا الحبر الجليل ويقدمها أن لله الأب رب الكل ذبيحة حية رحمة وسلاما ذبيحة وشكرا. محبة الإله ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم تكن عقولنا وقلوبنا وأفكارنا فوقنا الآن هيا عند الرب إلينا لنشكر الرب بمخافة ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطت عدت فأقمتنا ولم تغب عنا عند افتقادنا حتى أصعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي إننا نشكر لك ولابنك الوحيد وروحك القدوس هذه كلها يا من يقف أمامه في صفوف الكاروبين الكثير العيون والصاروخ المسدس الأجنحة وهم ينشدون نشيد الظفار بأفواه لا تصمت بعبارات لا تهدأ مع سائر الجنود السماوية صارخين إليك وقائلين قادش 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 ماريو وكله القداسة أنت أيها الإله الآب وابنك الوحيد ومع روحك القدوس قدوس وكل القداسة أنت ومجدك عظيم جدا إنك هكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجله لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ها وتخاذيث خولم دبرانوس ودخلو فين قمار بليليوهام ودبيبش لم وحلوف حايد علمو فرقونم سبلح معالي ذا وقادي شوثم وخاضف شطل شماي وأودي وبريخ وقادي صوي خال ويابل ثلميذا وشني حكا ضمار ساف أخو المينين هونو إيثا وبغرودين هاو دحلو فيكون وحلو الساقية مثقصة وماثيب شبقون ودحطوهم والحايد العلام
العالمين. أخوات وخوش من بوطر دحشيم، كث مازغ من حمر ومن مايو ووديم، وباريخ وقادش، وخاطة طميني يا بل تلميذة وشليحي كذومار، سافش توميني كل خون هونو يثام ودمودين ذياتي قحذاتو هاو دحلو فيكون وحلو ساقيب ثي شيدو مثيب شبقون ودحطوه والحايد العلام علمين. يصنعوا هذا لذكري كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. إننا إذ نذكر يا رب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برأف كل إنسان حسب أعماله فبيعتك ورعيتك تناشدك لتبهج معك في ملكوتك وتبتهل بك ومعك إلى أبيك قائلا ارحمنا أيها الإله الغابط الكون. ونحن أيضا يا رب نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكون لك نسبح لك فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا السلام معنا والأمن لجميعنا. أيها الرب الضابط الكل يا إله القوات المقدسة نسألك ونحن ساجدون أمامك أن ترسل روحك القدس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة أمامنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب اشفق يا صالح وارحمنا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. واتحاوي من اللحمون او بغرم يقرد موران يشوع مشيحو والخوش هنا ودمودي ليد موران يشوع مشيحو لتكون هذه الأسرار المقدسة لكل من يتناولها حياة وقيامة ومغفرة للخطايا وشفاء للنفس والجسد وإنارة للعقل وتبريرا أمام عرش مسيحك الرهيب. ولا يبدن أحد من شعبك المؤمن يا رب لكن أهلنا إذا ما عملنا وخدمنا أمامك بلا عناء أيام حياتنا كلها لنتنعم بأسرارك السماوية الخالدة والمحية.
مريم تكشف قرية ليسون قرية ليسون قرية لا ليسون حي النايل بذيك مريم ورحمون ورحمة الإشكال مريم الحصطوم وطرحا أيها الإله الحي والرب الكريم، إياك نستودع أنفسنا وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية بالمسيح، ونبتهل إليك متضرعين يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن الماثل أمامك بغزارة حنانك. وأهلنا لندعوك أيها الأب القدوس بشهادة ضميرنا الخالصة، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسلحة إلى أبد الآبدين. آمين. أجل يا رب، لا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير ومن كل من يحاكي، لأن لك الملك والقوة والتسبحة ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. سلام الخلخون مر ريشين نركين ضمك مريم. بارك يا رب هؤلاء الذين حنوا أعناق أنفسهم وأساديم أمام حنانك. قدسوا محرسوا واجعلوا مطهارا بلا عيب ولا شائبا، ليرضوك أيام حياتهم كلها. فنرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. آمين. تهوى طيب وثار رحمة تليثو يوثو قادشتو لبريثو يثيتو ومسو ميتو وشوي يذبو سيام كل خونا حي العلمي. آمين. بارك الحرحوس مر يرحم على قدسي القديش والأذخايو مثل يهبي حثب قادي شعمان اضغب للعلم بحنوني. حثبر قادي شعمان اتفرق نبحاشي يا قير دقنومي. حاث روح حي قادي شعمان دي ثوق مورا وامشى مليون ادخل ميدم دهوم وذهوين واسمن مريم بارخ من عالم وعدام العالم علمنا. آمين. بث ملك وفشبح قام وثاليلو يوهلم لو يوم ملكت من يمينو وشل يا
مقام خبث أبوك هللويا وللويا النصر رغم الكون شفري برحمة وعلمك خدمتي وفورب اليولد تيقان هاي السن وطعت خمرة مريم كذيل استخبى مرت حاويت للشبح شريفي تفريق للر يطعر واصرف تشتكي في صيص العلم خذ له سولين جيبيون دع المار برخ واسخد له خويت هللويا ابن موسى بن فيوس صر لطفشم مشيري شدم فيوليم فرختم ويقيبو سدن موسى قسط دمانم وبشبط دار دفر ابغى وبيت قدش قدشين وبغست وطالد فيت قدعون وبطقت حذات دليشع بانوني قليل وسود حزو إشعيو عالم وآبد عالم علمنا من هاليلويا القيب وثودياتي خدم يد مريم دلمو قصد مانو لوحيد موسى وثوب وشبط دار كونو زيو دبروز وأدراغي تفلان مور بدخران مخوض قديشي بصلوات حسن المور والعنيدة اتنخ صيدها وملكه ادخلهن ملكه ويشاري في سينا الليخ مرقوني ثود ليد بهمومه سبع حلوفين منها وبيرو دذنح مني برقنا ولو باب اصبر ثالي كون دهانو حما قريب وطولي رمز الصرخون بغاوكر شاثاد فعيلته قار الخون وذي لاحفال مقيم
فاغريكن ادم قابل ما يركب عيتان هي دخرانا إن فمك القدوس الطاهر يا رب وعد وقال كل من يأكل جسدي ويشرب دمي ويؤمن بي يثبت فيا وأنا فيه وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أهلنا الآن الذي نتناولك قرآنا إلهيا فنستحق مغفرة الخطايا والصفح عن الآثام يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد آمين. قرباني مذبحك المبرر فننحدر غفران على عبيدك يا ابن الله الذي أتى لخلاصنا وسيأتي لأجل بعثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. ابسط يا رب يمينك غير المنظورة وبارك هذا الجمع الساجد لك القابل جسدك ودمك الكريم لغفران الذنوب والصفح عن الخطايا وبياض الوجه أمامك ربنا وإلهنا إلى الأبد. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الأقداس على وابيا واخذيا وعلى كل من تعب واشترك فيها مراحم الثالوث الاقدس في العالمين الى الابد. جسد المسيح
جسد المسيح، 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 فإنني إلى فادي
المجد لك المجد لك المجد لك ربنا وإلهنا إلى الأبد. يا ربنا يسوع المسيح جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الذي شربناه لا يكون لنا للدينونة والانتقام بل الحياة الأبدية وخلاصنا جميعا فارحمنا. نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة لأنك أهلتنا على غير استحقاق منا للأسرار السماوية الخالدة جسد المسيح المحيي ودمه الفادي، فاجعلنا إذن أهلا لقبولها حتى إذا ما قبلنا بقداسة وضمير طاهر الأيام كلها نتقوى لصنع ما يرضيك فنرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. شلومو شعبك المؤمن من كل خوف ورهبة وهب جميعنا خيراتك وبركاتك أفراحك ومسراتك أمنك وسلامك فنكافئك عن هذه كلها بالحمد والشكر لك ولله الأب والدك ولروحك الحي القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. آمين. بارك مازينا بشلوم بشمد مشي حوالو عشرين بارك أحبائي، قبل صلاة الختام باسمي وباسمكم نشكر سيدنا المطران بطرس موشي على محبته وعلى تفانيه وعلى هذه الزيارة الرعوية اللي زارنا، ودائما يتفقد أحوال أبنائه وبناته بالمهجر سواء كان في لبنان أو الأردن أو تركيا. أخيرا نقول لك سيدنا شكرا جزيلا على كل شيء، على هذه الأيام اللي قضيناها مع بعضنا البعض من خلال الرتب الروحية اللي أغنيتنا بها سواء كان بمأدبة وسواء كان بفحيص، واليوم بعيد انتقال أمنا العذراء مريم. الله يحفظكم سيدنا، وانقلوا صلواتنا وتحياتنا إلى أهالينا بالعراق، وإن شاء الله دعواتنا ما عدنا غير دعوة واحدة صار هي السلام ثم السلام في عراقنا وشرقنا. وشكرا جزيلا مجددا سيدنا، وشكرا لأبونا مجيد سكرتير أيضا. بشمين ما وبابا اتلا الأودى حبا
يحب ويشور دالحك طالبه ميشوك طلبة غدالة قطلق مني شيالا دمئان بمزار حقما شيالا وجرحان كم بأسمالا. أمضي بسلام إخوتنا وأحبانا، ونحن نستودعكم نعمة الثالث لأغدى صرافته مع الزاد والبركات التي ختموها من مذبح الرب المبرر، البعيدين والقريبين، الأحياء والأموات، المخلصين بصليب الرب الغالب، والموسومين بوسم العباد المقدس. فليغفر الثالث الأغدى ذنوبكم، وليصفح عن زلاتكم، وليريح نفوس أمواتكم، وليرأبين العبد الذليل الخاطئ، ولتعني صلواتكم. امضوا بسلام وأنتم فرحون مشكورون، وصلوا لأجلي. أحبائي، ختاما أيضا نشكر قناة نورسات الفضائية، شكر خاص للدكتورة باسمة، وشكر لكل الكادر. هذه القناة اللي دائما تنقلنا الحقيقة حيثما وجد الحق والحقيقة يسوع المسيح، تنقل هذه القناة وتغنينا أيضا بكل البرامج الروحية، وتغطي كل نشاطاتنا الثقافية والإيمانية والاجتماعية. وأيضا نجدد شكرنا لراديو مريم أو راديو ماريا، تقدرون تابعون اليوم كان نقل مباشر براديو ماريا عن طريق الفيسبوك، سمعونا بالدرس. شكر لأخونا مجدي.